الحقيقه كان من الامور الصعبه جدا ان انت جيت بعد الدوري او في نهايه الدوري، كنت خسران الدوري وخسران الكاس ورايح على بطولتين مهمين جدا، بطوله السوبر وهي الاهم، ثم بطوله كاس الكؤوس هنتكلم عليها بعدين، والخساره في النهائي. بطوله السوبر كيف تعاملت مع اللاعبين في ظل ان انت الدوري، فقدت الدوري كنادي اهلي طبعا وفقدت الكاس، وبالتالي روح معنويه قليله جدا للاعبين. نعم، كان هذا تحدي كبير وصعب للغاية في مدة قصيرة أن نغير من معنويات الفريق ونقلب من معنويات الفريق ونحرز مباريات هامة وندخل مباريات هامة. النقطة الأولى التي كنت أحاول أن أركز عليها أن أعطي اللعيبة لاعبي النادي الأهلي دفعة من الثقة، لأنهم كانوا يفتقدون الثقة، وكنت أبذل قصارى جهدي أن أعطيهم هذه الثقة، لأن لدينا لاعبين مميزين للغاية. أريد أن أشكرهم شكرا جزيلا لأنهم لعبوا لفترة كانت فترة صعبة جدا، وأريد أن أشكر أيضا جميع العاملين وكل المساعدين، الأطباء، الجميع في الحقيقة الذين كانوا يعملون مع الفريق، كانوا في مرحلة ربما صعبة، كانوا يفتقدون الثقة، وكان علي أن أعمل على دعمهم في هذا الإطار. وكانت هناك مباريات صعبة، وكانت هناك أهداف تم وضعها حتى نستطيع أن نحققها في هذه الفترة، لأن الرياضة ليست من يكسب ومن يخسر، ولكن كيف نلعب، لأني وهذا ما أقوله إلى اللاعبين، أريد أن أشرح لهم أن لدينا فرصة وأن نكون فخورين بعملنا أي ما كانت النتيجة، سواء كانت بالمكسب أو بالخسارة، وأعتقد أن الجماهير تشعر بذلك وتشعر بالمجهود الذي بذل وتدعم الفريق. بالفعل الجمهور النادي الأهلي يعلم تماما اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، عشان كده أنا بركز على موضوع السوبر الإفريقي اللي احنا فزنا بيه ووصلنا إلى كأس العالم. كان عندك مجموعة من اللاعبين، استعنت باثنين محترفين كانوا متواجدين في السوبر الإفريقي، برضو جم قبل المباراة بيوم أو بيومين،